الامارات، شنو التوقعات ديالك على المستوى الورق والمقابله كتنطلق الان؟ وبعد ثلاثه ديال المقابلات كتبدا القراءه عند الكوتشينغ، لا عند الامارات لا عند الفريق المغربي سعيد البوزيدي. ما نساوش البارح الامارات قدموا واحد المستوى جيد في واحد الباسكيت اكاديميك افيك دي موفمون دو باس رابيد. تابع هذه المحاوله فرصه من جانب طبعا جون ويكنس كضع له كره كتمشي من جديد لصالح عناصر المنتخب الاماراتي. نبغي نشير على انه مجموعه من المعطيات حاضره ونقدموا الجمهور الكريم كره من جديد لعناصر المنتخب الوطني المغربي. اولي كوردو كضع الكره الماضيه ولكن محاوله جيده. نذكر المنتخب الاماراتي امس انتصر على المنتخب السعوديه 72 مقابل 70، جوج ديال النقاط كفريق، جوج ديال النقاط، ولكن كان حاضر في المقابله اكثر الفريق ديال الامارات. طبعا نتابع هنا المحاوله من جانب عناصر المنتخب الوطني المغربي. رضا حراس يلا محاوله، ما خصش يكون بير دو بار على الاقل مع الانطلاقه. كوردو كوردو شنو رايك في الخمسه الاوائل اللي كيدخل بهم المنتخب؟ اوه ثلاثيه، هذا هو باش نبداو بايري، نبداو بثلاثيه مزيانه. ثلاثيه بايري، بايري لاعب شباب ريف الحسيمي ولاعب ايضا اللي عنده خبره على المستوى خارج الوطن. طبعا قلنا على انه مقابله مهمه جدا للمنتخبين، والمنتخب الوطني المغربي الان كنتبع المحاوله مباشره الى خارج رقعه الملعب. طبعا المنتخب الاماراتي منتخب متمكن ايضا، عنده مجموعه من اللاعبين الهامين، بطوله عربيه طبعا كريم بالنسبه على الصوره، وكل يطمح من اجل الظهور بصوره جيده. المنتخب الوطني المغربي مشاهدينا الكرام لاباس ان نذكر يوم امس انتصار قوي على منتخب البحرين 73-57. البحرين كانوا اقوياء في الربع الاول والربع الثاني سي محمد، ولكن الحساء الفريق الوطني كيعرف كيفاش يسالي النهايه المقابله. سيره حراس سيره حراس سيره حراس ممتاز حراس، كتمشي الكره مباشره لصالح المنتخب الوطني المغربي. جوج ديال الرميات حره عارقه لها، طبعا عمليه الدفع كانت اعتراض سبيل طبعا من لاعب رقم 7 على ما يبدو، أول لاعب رقم 8 بالفعل في صفوف المنتخب الاماراتي. بدايه لحد الساعه مشجع المنتخب الوطني المغربي على الاقل كيستافد من الثلاثيه، وهنا كيسجل رميه حره الاولى رضا حراس. يعني لاعب متمكن رضا حراس، وحتى العائله عائله حراس طبعا معروفه على المستوى نفس كره السله سي محمد، عائله ديال كره السله يعني شعيب راه كان ولاد الدار يعني صح التعبير على مستوى كره السله. 23 سنه مترو 99، لاعب متمكن. كنا تحدثنا في مقابله ما قبل الماضيه على كوردو، عطينا قيمة ديالو، لاعب ابن الشرق، الاغلبيه كان كيقول بانه سلاوي. صحيح هو ساكن في سلاو وخدم في سلاو، ولكن كيبقى لاعب من المنطقه الشرقيه والانطلاقه ديالو من الشرق، مدينه المولوديه الوجديه، وكان التحق بالمركز اللي كان في الاول كان بركان وعاش في وجده، ومن بعد التحق بالمركز اللي كان في بيلفي اللي كان التدريب ديك الساعه كان الوالد ريس وشيبا. نتابعوا هذه المحاولة من جديد. برافو 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 برافو، هذا هو المطلوب. ثلاثية كريم نسبة، برافو كريم. طبعا هو الآخر كان في الخارج، التحق الآن فريق شباب ريف الحسيمي. أكيد أنه الفعالية ديال شباب ريف الحسيمي كلها كتابع عن كتاب اللاعبين ديالها في المنتخب الوطني المغربي، وهذا أمر مهم. هذا لاعب رقم 14، خصنا الحدي من هذا رقم 14 محمد العجماني. بالفعل لاعب كيبان انه متمكن المنتخب الاماراتي، ومع ذلك كيبقى لصيق على مستوى التسجيل. شعاع شعاع برافو شعاع برافو شعاع، طريقه جميله جدا كيسجل شعاع. تفضل. احنا هنا دوميناسيون في الجو انتيريور ما بين شعاع وكوردو بارابور للفريق ديال الامارات، ما عندهمش دي زانتيريور في القامه اللي يمكنهم يحصروا شعاع ولا كوردو، خصنا نستغلوا هذه الفرصه هذه. اكبر مشكل يمكن نقول بانه عانى منه المنتخب المغربي كان هو المصري اللي كنا كنذكروا رقم 99 محمد فتحي، لانه اطول عنصر كنا كنقولوا له العملاق ان صح التعبير. الان في المباريات الاخرى ولينا كنشاهدوا حتى التقنيات، لانه صحاب 3 بوان يعني كثروا هما اللي كانوا كيشكلوا لنا العائق. الان كنتابعونا ضيع الكره، ثلاثه ديال النقاط كفريق سي محمد. المنتخب الاماراتي يمكن نقول بانه استيقظ دخل في المقابله. هنا المنتخب الاماراتي اتونسيون عنده اون فورس في الجو اكستيريور تعادل وفي لي تير، فهمتي في لي تير مي ديستونس اللي عنده ان بون بورسونتاج، دونك خصنا نحضيو من هاد لي تير. حنا كنا ولينا 10-10 فوالا 10 مقابل 10 كره من جديد لصالح عناصر المنتخب الوطني المغربي. بايري بايري كتمشي عند كوردو، كوردو المنطقه المفضله عند كوردو دائما تحت السله، لاعب متمكن بشكل كبير. خصنا دائما الكره الاولى نلعبوها على الانتيريور، منين كيكون الانتيريور كاين الدفاع عليه ديك الساعه كيخرج كره، وعندنا تبارك الله لي تيرور ديال 3 بوان، كاين بايري كاين كريم نسبه كاين رضا حراس كذلك.
كرة من جديد لصالح نصر المنتخب الاماراتي كتصطدم بالحلاق، ولو انه على مستوى الدفاعي كنا ضعاف في اللقطه الماضيه سي محمد، لانه على الاقل كان خص تكون تغطيه تحت السله. كره من جديد لصالح المنتخب الاماراتي شاد معي الممرات الفارغه، وبعض اللاعبين يعني كيلقاو امامهم المسافه. رضا حراس وكوردو كيقوموا بالتغطيه، هذه محاوله غياب كانت صعيبه ولكن لا تحتسب، لا 24 لا تحتسب، انتهت 24 ثانيه مخصصه للهجمه. احنا شفنا انا دابا القوه ديال سعيد عجمني شفنا المنظر تفضل سمح ديال الفريق الامارات غادي يلعب غير فيك لي تيرامي ديستانس. محمد احنا دائما من زهرنا هذا الحكم، تبريره ممتازه خطا، برافو برافو بيري. احنا دائما من زهرنا هذا الحكم السعودي لانه بالي يطول معنا بزاف في المباريات، يعني في المنافسات اللي كنشاهدوا الان سي لي ميم كتلقى لا ميم روتاسيون تقريبا. برافو شباب. وما دام تحدثنا على الحكام ما نساوش بالخضر سي محمد، حكم مغربي طبعا هو الاخر حاضر الشبان اكيد عندهم مستقبل. نذكر بالحكام ديال هذه المقابله، الحكم الاول احمد ال صالح سعودي، والحكم الثاني محمد منشاوي مصري، الحكم الثالث محمود ابراهيم مصري هو الاخر. طبعا هذوما الحكام اللي كيقودوا اطوار هذه المقابله. يلا شعاع. لا برافو شعاع. شعاع متمكن، جوج ديال الرميات حره بشكل جيد، 12 مقابل 10 سي محمد، 5 ديال الدقائق 54 ثانيه. شنو رايك على مستوى السكورين الان في النتيجه يعني المسجل لحد الساعه؟ خصنا دائما يكون حنا عندنا لافونتاج، نسالوا البرومي كارتون بواحد 6 بوان ولا 8 بوان سي ان بون فوالا. مزيان حراس بون افونس سير حراس. كره من جديد لنسبه، نسبه كينطلق بالكره ديالو ممتازه. كوردو لا. كوردو لا. كوردو لا. كوردو لاعب قصير قام امامه وتمكن من الكره يعني. لا انا نسبه لا باس عمرها ما تدوز في الطريقه هذه، الطريقه هذه عمرها ما تدوز، كان يوقف كره شويه ويخلي كوردو يخرج للكوتي غوش. 12 مقابل 10 الكره لصالح المنتخب الاماراتي، قلنا دائما كانت وصلوا في الربع الاول من عمر هذه المقابله. كره صالح المنتخب الاماراتي الان في محاوله داخل القوس يعني ممتاز شعاع، برافو الكونتر يعني تغطيه دفاعيه مهمه. يلا نسبه سير بالكره ديالك، نسبه حافظ على الكره ديالك، عندنا 24 ثانيه طبعا كنستخلصوها بنجاح. بيري بيري التمريره ديالو في اتجاه حراس، حراس برافو برافو برافو. لا 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 لا, لا, لا في الحلق ما كنستافدوش من الكرات هنا. هنا ولات الحراسه لاصقه على على كوردو، دونك ملي واحد الحراسه لاصقه فيك دوبليور. هذه قراءه الفيديو لا هذه غتكون قراءه الفيديو ديال المدربين السابقين لانه شافوا كوردو كوردو طبيعي في المباريات السابقه. هنا شفنا صعيب عليه باش ياخذ هذه الكره هذه، دونك خص الاخرين اللي يلعبوا ديك الساعات. كاين في المدرجات كنا شاهدنا انا وياك سي محمد احد الاسماء المصريه اللي كتابع ايضا اطوار هذه المقابله، وبالتالي هم معولين على هذا هو اللاعب اللي ورا لا لا تسجل. هذا هو السيستم اللي لعبوا به البارح، افيك دي باس رابيد، وكيجي واحد كيخرق هذاك ديك لا زون في الميليو كيدوز فوالا اللاعب. 12 مقابل 12، واش المنتخب الوطني المغربي دائما مفروض يعدي في الربع الاول والربع الثاني ومن بعد ينطلق في الثالث والرابع؟ ما نساوش دائما لا مويان دي كات ماتش، راه كنا كنماركيو 16 نقطة في الربع الأول، راه ما كنفيقو حتى الربع الثالث والرابع. تابعونا المحاولة من جديد للمنتخب الإماراتي. برافو شعاع جدا شعاع، برافو شعاع، جميلة جدا لو روبلي اللي دار برافو ليه أكيد. فوالا فوالا اللم الدفاعي مهم جدا، اللم الدفاعي حيد الحكم حيد امام رضا حراس. طبعا الحكم كيدخل يقول الكره لصالح المنتخب السعودي الاماراتي، حكم سعودي برافو شعاع، دار بون روبلي وطلع على ديتونت اللي عنده تبارك الله خلاته باش يدير هذا الكونتر. طبعا نبغي نشير على انه فعلا احنا معذبين من ناحيه التوقيت، لانه دائما المنتخب المغربي المباريات ديالو هي الاولى في المجموعات هذه ككل سي محمد. هادو من المراوغات ديال الاتحاد المصري، لا ضروري المصري هما الاخرين، ما يكون شي فريق غادي يكون هو اللي غادي يحصر داك المرشح، غادي يحصر داك الفريق المصري دائما كنلعبوا في 12 ولا كنجيبوا لي داك الكار شويه معطل ولا هذا ولا شي حاجه. هادو من المراوغات ديال انا عشتهم لا في اسكندريه لا في القاهره. ومن بين الملاحظات اللي لاحظها حتى الجمهور الكريم اللي كيتابع معنا اطوار هذه المقابله، دائما حنا المباريات ديالنا هي الاولى في هذه البطوله البطوله العربيه، والمنتخب المصري هو الاخير، دائما هو الاخير مباراة، وكيرتاح كيلقى عنده الوقت باش يرتاح ويتدرب وكل شيء. اسمع الفريق المصري مول الباش كيلعب هو الاخر ما كاين مشكل، ولكن تكون الروتاسيون ما يمكنش حنا نلعبوا دائما في 12.
علينا هذه بين المعطيات اللي كنلاحظوا اكيد في البطوله العربيه اللي يمكن نقول حتى التنظيم على مستوى البطوله الوطنيه او كاس العرش المغربي يمكن نقول بانه صوره احسن بكثير من شاهدوا في البطوله العربيه هذه. هذا قوس اكيد انه طرحنا عليه على مستوى التنظيم. جاب الله هنا المنتخب الوطني المغربي. تفضل سي محمد. العمليه جاب الله ضاعت لانه هذه العمليه اللي كيديروا كيجي داك اللاعب قيس كيكون على الاكستيريور وكيخرق هذيك لا زون. كره من جديد لصالح المنتخب الاماراتي كيحاولوا ما يمكن يكونوا سرع على مستوى رد الفعل. نتابعوا هذه المحاولات وسجل ما كيضيعوش سمح الله. قلت لك انا سون تريز ادروا امي ديستونس وهذا اللاعب خليفه سالم لاعب ممتاز عنده ان بون ديبار عنده ان بون تير. غنتابعوا هنا المحاوله كره من جديد عند كوردو. يلا كوردو كرجع كره حراس خصنا شي ثلاثة نقاط نسبه حراس يضيع كترتطم الكره بالحلق كترجع للمنتخب الاماراتي عندنا حيازه الكره تعادل 14 مقابل 14 ثلاثة ديال الدقائق متبقيه على نهايه الربع الاول سريعه نوعا ما المقابله اصبح المنتخب الاماراتي متقدم في النتيجه الان. خاص تغيير جوج اللعابه كاينين عند المنتخب الاماراتي رقم 14 ورقم 5 بالفعل باش نعرفوا كيفاش. يلا نسبة ما بغاتش كره من جديد لصالح المنتخب الاماراتي. شاد معايا حنا كنضيعوا العمليه الهجوميه وهما كيستافدوا من الهجمه المرتده عندهم الكره ديالهم. داروا ان ديفونس دو زون باش يحبسوا كوردو دونك هنا هما داروا ان ديفونس دو زون وكيريك حنا مارك با مي ديستونس اوتوماتيك مو يالو. ولا كره من جديد كتمشي من جديد حراس شو كيقول الحكم كاين خطا مارشي هذه ضاعت ما شويه تسرعنا فهمتي الطريقه ديال التعامل ديال هو سي ديزيكيليبري هنا فقد التوازن ديالو كان سريع بشكل كبير. رضا حراس علي كره من جديد لصالح المنتخب الاماراتي 16 مقابل 14 هذه من حسن الحظ للمنتخب الاماراتي لحد الساعه. شاهدوا معايا يعني تمريره جميله شي تمريرات رابيد هادشي اللي شفنا البارح خصنا نحتاطو المنتخب الاماراتي متمكن فوفيرين ديفونس افونسي عليهم اكيد. كره من جديد النسبه كيغير مباشره لصالح كوردو عنده حراسه لصيقه كوردو ممتاز كوردو برافو كوردو معولين عليك يا كوردو اليوم 16 مقابل 18 كره من جديد لصالح المنتخب الاماراتي محاولة تسجل ما كيضيعوش رقم 14 ما كيضيعوش محمد العجماني لاعب صراحه ثلاثيات موفق فيها بشكل كبير. كره من جديد لصالح المنتخب المنتخب المغربي دوبلير هو جات لا دوبلير عليه واحد كولي والاخر كيجي ياخذ هذا هو اللي شاهدنا اليوم في هذه المقابله. مجموعه من المباريات ديال المنتخبات عديده كتشارك في البطولات وحتى المنتخبات ما كاينش. شنو الهدف من هذه البطوله العربيه سي محمد؟ الهدف ليش غنلعبوا بطوله عربيه مثلا في المنتخبات؟ كنعرفوا بان البطوله العربيه ما كتاهلكش للبطوله العالميه او لجوج اولمبيك ولكن كان دائما فرصه باش الكره السله العربيه كيمكن لها كتهيئ الفريق ديالها لا الاول لا الثاني لا الفريق ديال الاسبوار اللي غادي يلعب اللي عنده بعض المقابلات الرسميه ديال الاتحاد الدولي الافريقي او الاتحاد الاسيوي. حنا دابا غير البطوله العربيه دائما كتكون مبرمجه في واحد التاريخ وكتولي في واحد التاريخ اخر ومن بعد الاحيان كتكون في واحد التاريخ اللي كيكون بعيد مثلا الاقصائيات الافريقيه او شي حاجه داكشي باش بعض الدول كتمشي كتلعب تقريبا بواحد الفريق ما غادي نقولوش كله 100% الفريق الاول ولكن كيكون على الاقل 50% ولكن ملي انت كتصيفط كتجاوب على الدعوه وكتقول انا غنشارك راه ما كتسولش الاتحاد العربي شكون اللي جاي واش جاي الفريق الاول ولا جاي الفريق الثاني. فاذا به كتمشي باش كتلعب انت واحد البطوله باش يكون عندك واحد لوبجيكتيف وهو تكون في الصداره تكون في البوديوم بغض النظر على شكون اللي جاي واش جاي الفريق الاول او جاي الفريق الثاني. لانه ملي كتنتصر على الفريق المصري وتنتصر على الفريق الجزائري راه ما كيقولش انتصرت على الفريق الاول ولا الثاني راه ماروك با الجيري ماروك با ايجيبت والمهم في هذا وهو احنا مشينا بهذا الفريق لوبجيكتيف ديالنا هو البوديوم خصنا نحصلوا ان شاء الله على البوديوم نكونوا في المرتبه الاولى ما ندخلوش هي الاخرين اللي جاوا كيفاش جاوا علاش جاوا علاش هذا علاش هذا. انا كنشوف الفريق ديالي والفريق ديالي تابعني من بعد تابعني البطوله الافريقيه هاد اللعابه اللي عزلت هاد اللعابه اللي جاو شكون اللي غادي يمكن ليا مازال نعول عليه ونبقى عليه في المرحله الثانيه.
الثانيه. متفقين انا وياك في هذه الهضره. كره من جديد عند حراس، حراس كيسجل رميه حره اولى بشكل جيد. طبعا الهدف دائما هو المنافسه المقبله باش تكون بصوره جيده. لحد الساعه العلامه الكامله بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي. يلا حراس كيسجل من جديد 19 مقابل 20، فرق نقطه واحده 46 ثانيه. طبعا المتبقيه على نهايه عندنا فيها حيز الكره اكيد. نتابعونا الكره من جديد لصالح المنتخب الاماراتي. برافو يلا نسبه، يلا نسبه، يلا نسبه. برافو كوردو، برافو كوردو، خرج هذه من هذه كانت قويه جدا. اذا 20 مقابل 19 عندنا جوج ديال الرميات. غادي نتابعوا، تشاهد معايا طريقه ديال الدخول اب ممتاز، ممتاز كوردو صراحه تغطيه بشكل جيد. طبعا ما نساوش على انه فعلا الاجواء في مصر كتختلف عن الاجواء في المغرب. او يسجل برافو تعادل. بعض اللاعبين المنتخب الوطني مرض، ولو اننا كنشاهدهم ربما على نص ورقات الملعب، الا انه نزلت برد المت بمجموعه من اللاعبين صراحه، منهم الخلفي، منهم الخلفي مثلا، الخلفي يمكن نقول ايضا من اللاعبين اللي متابعين اطوار المنافسه. طبعا نعطيه في نفس الوقت ايضا بعض المعطيات الخاصة بهذه المنافسة. عادي المقصود والآخر كريم نسبة، ومع ذلك كيتحملوا القاعة باردة يعني هنا في القاهرة عناء المباريات والدفاع عن القميص الوطني. برافو شباب، نتمنوا لكم كامل التوفيق. حنا كنتابعوا هذه المحاولة من جديد، فرصة كتمشي للمنتخب الإماراتي. يعني المنتخب الإماراتي لحد الساعة متأخر في النتيجة، وقيلوا 7 ديال الثواني كيحاولوا يستخدموا من كل الثواني. هذه محاولة اماراتي او كترجع من جديد للمنتخب الوطني المغربي. للاسف ما خلناش الوقت فرصه باش ننطلقوا طبعا نحو انهاء الربع الاول بنقاط اكثر، 21-20، ومع ذلك عاد المنتخب الوطني وتقدم في النتيجه. سي محمد، تحليل تقني للجوله او الربع الاول من الجوله الاولى. فالفريق الوطني في ضد المنتخب السعودي سجلنا 19 نقطة في الربع الأول، ضد مصر سجلنا 16، ضد الجزائر سجلنا 23، وضد البحرين سجلنا غير 11. فإذا به هذا الموين ديال 21، شفتي الموين، غادي نقولوا في المستوى ثاني سكور اللي خصها تكون، لأن لو ساليتي كل كونت كارتون ب 20 صافي 80 عندك الحدود باش تنتصر. اللي كيتخص هو ما يمكنش حنا نسجلوا 21 ولا الإمارات يسجلوا لنا 20 نقطة. فهمتي؟ دونك خصنا هنا نحتاجو، خصنا شوية الدفاع اليوم مازال ما حضرش كيف كان حاضر ضد الفريق المصري. كنعتذروا الجمهور الكريم على انقطاع الصورة، القادم من المصدر بطبيعة الحال. احنا في مواكبة مباشرة من القاهرة لمنافسات كرة السلة، المنتخب الوطني المغربي ضد المنتخب الإماراتي 21-20. ملاحظة أخرى سي محمد، ما نساوش هما راه ما عندهمش لي زانتيريور، راه اللاعبين غير بلي زانتيريور. دونك ايماجين كون كان هذا الفريق عنده دي زانتيريور، غنوليو بقينا حنا اللي خصنا نجريو مورا السكور. 21-20 كبدنا نسمعوا شنو كي اجرى في دوكا احتياط المنتخبين معا، ولكن للاسف الصوت طبعا كما قلت من المصدر المشير الكرام. 21-20 صراع مستمر، عندك ملاحظات في دوكا احتياط الامارات؟ لا كاين ان سول انتيريور هو رقم 12 قيس، هو اللي كاين ذاك لو سول انتيريور. دونك لو سول انتيريور خصني نحاول نلعب عليه باش يدير دي فوت، باش لا دار واحد 3 فوت غادي انا رايح نكون مرتاح. ما نساوش ضد البحرين منين خرج البيفو اونتوني راه يا الفريق الوطني تنفس. جون ويكلس غادي يدخل لرقعة الملعب. جون ويكلس طبعا جون ويكلس يمكن ثلاثيات مهمه ديالو، يمكن يعطي واحد الاضافه حيت الاخرين لاعبين ديفونس دو زون، داروا ديفونس دو زون باش يخنقوا شويه، يحبسوا شويه كوردو. يستمر غياب لاعب مميز في هذه البطوله، يمكن نقول بانه زويتا، عبد الحكيم زويتا، لانه اذا تحدثنا على المنتخب المصري ثلاثه لاعبين او اربعه لاعبين ما كاينينش من الاساسيين، فالمنتخب المغربي فتقريبا ولو اننا كنشاهدوا الترسانه فكاين لاعبين يعني كثار، ويمكن نقول بان زويتا من اللاعبين اللي كيسجلوا لي موين ديالو على الاقل مع النادي 20-26 سي محمد. باش هو في النادي ديالو سي الموين اونتر 25 بوان، وفي الفريق الوطني الموين اونتر 15 20 بوان، ولكن تبارك الله عليه لي ريغولي ماشي اللي كيعطيك مقابله ومن بعد كيغبر ثلاثه المقابلات ولا شي حاجه، غادي دائما اون كورب ديما سونتون ديما طالع. فوالا تحيه لعبد الحكيم زويته اكيد، لانه كيبقى من اللاعبين المنتخب الوطني المغربي ولو انه ما لعبش المقابله الا انه حاضر، راه جالس في دكه الاحتياط ولاعب متمكن بصراحه. الخلفي دخل لرقعه الملعب ايضا سي محمد، الخلفي الاضافه خرج بيان فوت خطا جوج ديال النقاط، هذا هو كوردو قلت لك عادي المقصود. خلفي تم اقحامهم ايضا للملعب
وشنو الدفعه اللي ممكن يقدموها؟ لا دابا كيف قلت لك الحمد لله بعد سعيد البوزيدي عنده واحد دوكة احتياط مهمة جدا، ما عندوش ذاك الفرق، ماشي غادي يقول غنخرج كريم نسبة وغندخل الخلفية، الخلفية يكون أقل من كريم نسبة أو خرج الخلفية الحريشي سميتو، نو عنده أن إيكيليبر ونيفو. واخا البوزيدي كيهضر مع الخلفي كيقول له اللاعب رقم 9 في المنتخب الإماراتي اللي هو سعيد العجماني توقف معاه كولي يعني لاحتي، فالخلفي واللاعب رقم 9 يعني حراسه لاصقه، على الاقل خدينا حيازه هنا في العمليه هذه. هنا بدا الكوتشين كيبان البوزيدي واللبيب الحمراني، فكيعطيو المعطيات ديالهم والقراءه ديالهم للاعبين ديالهم. سمح ولا قلت لك خص المغرب يدير واحد الديفونس شويه افونسي باش ما نخليهمش يقربوا للسله ويديروا دوك لي باس رابيد ونسهل كل يوم 24 ثانيه ديالهم. دونك ملي كدير ديفونس افونسي كتخلي الخصم باش يمكن له يدير دي بير دو بال دي موفيس باس. اتفق معك. طبعا 23 مقابل 20، 23 مقابل 20 الصوره يعني الحكم هنا كيشير سعيد البوزيدي بانه بقات اون سكوند باش العداد ديال 24 يولي على اون سكوند كيظهر لي. كاين اشكال على مستوى الصبر الالكترونيه، هي اخر حاجه كنا بغينا نتحدثوا عليها طبعا في هذه المباراه هذه اللي كنشاهدوها اليوم. وهنا كنشوف ان طومور يلا لعبنا 44 سكوند يلا لعبنا وكاين طومور. طبعا سعيد البوزيدي في متابعة ومواكبة، طبعا نعطوه حقه أطر الوطنية التي تشتغل بشكل جيد، مدرب صراحة راكم تجربة حتى على المستوى الخليجي يعني سي محمد، يعني باجاج مهم نظرا للمشاركة ديال الجمعية السنوية في البطولة العربية، البطولة الإفريقية، الدوري الحريري، فإذا به عنده ديك لا فيزيون ديال اون كومبيتيسيون انترناسيونال، عنده ديك لا فيزيون ديال داك الخصم ديالو ولا داك اللعابة فايتشافهم، دونك فإذا به كيقدر يدير واحد القراءة كيفاش غادي يحصر داك الفريق وكيعرف داك الفريق كيفاش كيلعب. ثانيا عنده تقريبا 60% من المجموعة ديال الفريق الوطني كتكون الجمعية السنوية، فإذا به ما نقولش الشغل سهل لانه الخصم ذاك النهار ما كيقدرش يعرفوا كيفاش غادي يكون، ولكن بعد المعطيات كتكون من جهته سهله. هنا هو دخل ويلكينز، دخل عادل المقصود ودخل خلفي يلا احتفظ بكوردو ورضا حراس. اكيد حاول من جديد كترجع لصالح المنتخب الوطني المغربي، انتهت 24 ثانية مخصصة المنتخب الإماراتي، فرصة جميلة مقصود، برافو مقصود، برافو عادل، برافو عادل، برافو عادل، طريقة ديال الانطلاقة ديالو كمل الكرة ديالو مشى هذيك لا فورس ديالو. شاد معايا الخلفي واللاعب رقم 9 ديال المنتخب اللي هو المنتخب الإماراتي سعيد العجماني، يعني على الأقل حراسة لاصقة مهمة جدا، وشاهد هنا كيفاش كيحاولوا ما أمكن المنتخب الإماراتي أنهم يلقاو حلول في الوقت اللي بدات كتصعب عليهم المهمة، وبالفعل جون ويكس ممتاز، عطينا الكرة دابا خلينا نطلعوا اللاعبين المنتخب الوطني المغربي حراس جون جابها برافو عليك برافو عليك. 27 20 فيقوا معنا شويه ما خش لاعبين المنتخب الان انهم ينزلوا من الايقاع ديالهم يبقاو بنفس الاسلوب، واعتقد ان الكوتشينغ مهم جدا ديال البوزيدي. انا بدا الدفاع ما بقاش كتخلي اللاعب يتيري كيف قبل، وليتي عندك دفاع قوي. هلا تابعنا كرة من جديد للدفاعي ممتاز سيرة حراس كرة من جديد يلا مقصود يلا برافو 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 هذه جميلة هذه جميلة كوردو أيضا التمويه ديالو كان بشكل جميل، وشاف بان اللاعب طبعا مضايق وبعد ذلك كمل الكره ديالو. 29 ديال النقاط كفريق، الربع الثاني احسن، الربع الثاني افضل، المنتخب الوطني المغربي يقدم حضور ايجابي امام المنتخب الاماراتي اللي يمكن نقول بانه عندهم لاعبين متمكنين. شوف الطريقه باش مروا، شوف الطريقه باش مروا، هنا القرايه مليمترات داكشي واضحه على مستوى المنطقه الدفاعيه، كيخص لاعبين المنتخب يحتاطوا شويه لانه التغطيه الدفاعيه ما كانش نهائيا بشكل مناسب. سير كوردو الله يرضى عليك الله يرضى عليك الثاني اللي كيشجع المنتخب، ثلاثه ديال النقاط 32 22 10 نقاط كفريق سي محمد. صافي كيظهر لي الفريق
غيمشي ان شاء الله في واحد الخماسي اللي غير البوزيدي عطى الاكل ديالو على مسروقات الملعب. ما كاينش واحد المشكل كيما قلت لك انا البون توتو شي كيليبري ما كاينش واحد الفرق المنتخب الوطني اللي كيدخل كيعطيك واحد الاضافه زايده. حنا شفنا في المقابله ديال امس الخماسي الثاني اللي دخل كان افضل ووصلنا ديك الساعه حنا رابحين اكثر من 10 نقاط. 7 دقائق 12 ثانيه المنتخب الوطني المغربي يتقدم ب 10 نقاط امام المنتخب الاماراتي. مقابله يمكن نقول بانه بداو كيريحونا الان المنتخب الوطني المغربي بداو كيعطيونا واحد الطمئنان. بدينا كنتفرجوا وكنتفاعلوا وحنا مطمئنين بعض الشيء ثلاثي علاش لا. برافو 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 هذه المقصود برافو هذه المقصود هذه مهمه جدا. 35-22 شنو تعليقك على الثلاثيه؟ قلت لك دي الحضور في الدفاع لانه دابا الدفاع اللي تغير ما بقيناش كنخليو هذوك يديروا لا سيركيلاسيون دو بال رابيد بيناتهم ولاو كيلقاو صعوبه ودفاع انتي. متقدم من المنتخب الوطني المغربي ما كيخليش اللاعبين نشاد انا بوحدو فارغ تماما ياخذ الكره ديالو. ها هو ولا 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 رضا كانت ديالنا رضا تسجل 25 24 جوج ديال النقاط كيحسبوا في الصبوره الالكترونيه جميله. حاولت جون 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 تسجل ممتاز ممتاز 37 مقابل 24 شون ويكنز مهم جدا. الاداء اللي قدمه هو الاخر في هذه المواجهه لحد ساعه خلفي 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 كيحاولوا ما يمكن الكره باش رجعنا اللور. لا 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 تسجل تسجل اول مره رجعنا اللور ما درناش ذاك الديفونس بريس عليهم شويه هما سجلونا ثلاثه النقاط 10 ديال النقاط كفريق سي محمد. حنا نبقاو في ذاك الدفاع نبقاو في ذاك لو ميم سيستم كيحاولوا ما يمكن انهم يلعبوا على الخلفي او ان كونتر ان يمشي ان كونتر ان. برافو لاباس ممتاز رضا ممتاز رضا سير رضا سير رضا برافو عليك رضا برافو رضا جميله. جوج ديال النقاط 39-27 5 دقائق 46 ثانية مشاهدينا الكرام النتيجة المسجلة لحد الساعة لقاء مثير بين المنتخب الوطني المغربي والمنتخب الإماراتي. والإماراتيين وآسيا معروفين بكرة السلة يعني من المنتخبات القوية يعني اللي حاضرة بالإضافة للبنان السعودية وإيران وقطر أيضا منتخبات متمكنة جدا. سي محمد شاهدونا كان خطأ ثلاثة رميات ثلاثة ديال رميات واخا 39 مقابل 27 كوردو برافو عليك ريح كوردو لأنه لعب 15 مينوت سي لوجيك. مقابلة جيدة بالنسبة لكوردو تسجل طبعا اللاعب رقم 5 اللي تحدثنا عليه هذا خليفة سالم لاعب ممتاز هذا خليفة سالم تريزا دروا من ديستانس. إذن 10 ديال النقاط الآن كفريق فوالا أنا 3 لون صفرون. إذن مشاهدي الكرام 5 ديال الدقائق 24 ثانية متبقية مقصود يا خلفي لاباس يلا جون يلا جون ديالك جون جون كان بإمكان ثلاثة النقاط علاش لا ما تقش نفسه جون الآن محاولة مقصود مقصود برافو مقصود ولكن كترتطم في الحلق كترتاطم في الحلاق رجعت من جديد لصالح المنتخب الاماراتي. محاوله مقصود كل ما كنشوف الكره ديالو كنتذكر اللقاء ديال المنتخب المغربي امام المنتخب التونسي في كاس امم افريقيا. سعود 30 مقابل 30 9 ديال النقاط كفريق نتمنى ما تكونش اصابه مؤثره. انا شفنا في هذه العمليه من قبل لان واخا هما خداو الروبو اوفونسيف لا طاي اللي عند الشوعة هنا تقريبا ولا عند ويلكينز انت شتي ما لاعب الريبي كيحصروا الفار سميتو لانه ما عندهمش هما اون طاي اللي يمكن لهم ينافسوا لا كوردو لا الشوعة لا ويلكينز لا نجاح نجاح باقي ما شفناهش نتمنى ما يكونش عنده شي الم وشي حاجه. برافو العمليه ديال هذه المقصود جميل صراحه من جانب عناصر المنتخب الوطني المغربي. فتسعود ديال النقاط كفريق تسعود ديال النقاط كفريق باقي البركه وقفه معنا في اي مقابله ذاك البيفو ضد الخصم كيتعطب وكيخرج كان في هذاك ديال البحرين ها اليوم ديال الامارات. مستمرين دائما معكم مشاهدينا الكرام مباشرة من القاهرة حدث مهم جدا مباراة منهية للدور الأول. مجموعة ديال الناس كيسولوا سي محمد على النظام ديال هذه البطولة هذه لأنه الكل كان كيتوقع أن اليوم غيكون دور ربع نهائي مثلا أو دور ثمن نهائي في حين أنه لا هذه آخر مباراة مخصصة للدور الأول بعد ذلك اللي كيجي في الكلاسمون نيميرو 1 يعني كيجي رقم واحد
غيواجه السادس والخامس، اليس كذلك سمحت؟ في الاول كانوا 12 ديال الدول اللي غتشارك، من بعد كانوا 10، ملي كيكونوا 10 كيكونوا جوج ديال دو بول دو فوا 5، ومن بعد عاد كندوز لواحد الكارت فينال وكندوز لواحد ديمي فينال. بون في غياب كيف قلنا من قبل الاردن ولبنان وتونس وقطر، كاينه مجموعه ديال 6 ديال الدول كتولي بطوله مصغره ان الشامبيونا افيك ان سول ماتش، كيف 5 الماتشات كل فريق غادي يدير. من بعد الاول والثاني كيكون بحال لعب الكارت فينال ولي كاليفيي، كنخليو داك الثالث والرابع والخامس والسادس عاوتاني كتكون واحد المقابله فاصله بيناتهم باش نشوفوا شكون اللي غادي يمشي لنفس النهايه باش يواجه اما الاول اما الثاني. دونك المسائل واضحه الان. تسالوا 30 مقابل 30، يوم الخميس كاينه راحه، نهار الجمعه كاين داك الكارت فينال، السبت كاين ديمي فينال ولا حد فينال. مزيان اللي دويتي على يوم راحه، وحنا كنشاهدوا هذه المقابله 4 دقائق 28 ثانيه، عمرها كانت تلعب 4 ايام ولا 5 ايام متابعه، كل نهار ماتش. على الاقل كتلعب ماتش او يومين وترتاح نهار وتلعب عاوتاني يومين وترتاح نهار. شوف الخصم ما كيرتاحش صافي. لي كونديسيون اللي هي فعلا خصك الا بغيتي تلعب واحد الباسكت نيفو، كيكون النهايه ديال الا بغيتي فعلا الا بغيتي دير واحد النيفو يكون واحد الاداء جيد عند اللعاب وسميتو، راه كتلعب هذا الماتش اليوم وغدا ما كتلعبش، كتلعب عاد زعما لو سيرلون دو ماتش حتى اللاعبين يترينيو وتنفسوا ويرجعوا ريكوبيريو كتزيد سميتو. بون ما تنساش بان هذه الفتره ديال كيف قلت لك هذه الفتره ديال سميتو بعد الدور، كاين الشامبيون راه واقفه بعد الدول، دونك داكشي باش يمكن تراعوا قالوا راه نساليو هادشي في 10 ايام. كره من جديد لصالح المنتخب الاماراتي، كنحاول ما يمكن نقدموا معطيات واكيد التساؤلات نجاوب عليها. برافو شعاع، برافو شعاع، دوماج دار هذاك لافوت عليه فوت تكتيك، برافو شعاع. كان قلت كنعطيو بعض الاجابات على بعض التساؤلات ديال الجمهور الكريم اللي كيتابع معنا اطوار هذه المنافسه، وفي نفس الوقت الهدف هو اننا ننوروا الجمهور الكريم بمعطيات. ما نساوش بانه بعد كل مباراه كيكون ماشي تدريب المغرب منتخب ريكوبيراسيون، كيدير ريكوبيراسيون، كيحاولوا ما يمكن استرجاع اللياقه البدنيه. معطى من المعطيات المهمه غالبا ما الفنادق كتكون فنادق كلاسي انيفو سوبيريور ديما كتلقى السونتر السونتر بيان سور السونتر، وهذه مهمه للمنتخب الوطني في ريكوبيراسيون. 30-43 المنتخب الوطني المغربي بنتيجه ايجابيه لحد الساعه، مرتاحين سي محمد لحد الساعه مرتاحين بهذه النتيجه ديال الربع الثاني. وما نظن هو عاد اللاعب خرج هذاك البيفو قيس خرج، دونك يبلي البيفو عند الفريق الاماراتي، دونك هنا نورمالمون سي لوكازيون دو بكل صراحه لسعيد البوزيدي باش ما نقولش باش يرتاح باش غادي لي سيستم اللي باغي يلعب به غادي يمكن له يلعب به. المنتخب الاماراتي القوه يعني الضاربه ديالو هما الثلاثيات، لانه فعلا يقدر يرجع بثلاثيات باسرع وقت ممكن، وبالتالي فعلا المنتخب الوطني المغربي دائما يوسع الفريق. حنا كنتابعوا هذه محاوله فرصه من جديد لصالح المنتخب الاماراتي دخول، لا فوالا كترجع من جديد ويكنز كيرجع الكره ديالو عند مقصود سير مقصود بسرعه المنتخب الوطني المغربي كينطلق الخلفيه يلا الخلفيه ماشي مشكل، احنا متقدمين في النتيجه احنا متقدمين في النتيجه نجربوا ماشي مشكل. داك ليزيتاسيون اللي دار في الاول هي اللي خلاته باش بعد دار ان فورسينغ باش دار داك لو تير. يعني خاص ولا بدا من 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 رميه اولى على الاقل يكون التقدير بعد ذلك للسله بشكل جيد. هنا محاوله من جديد لصالح المنتخب الاماراتي، لعب رقم 5 خليفه سالم، ودائما المحاوله هذا المره رقم 13 حمد القابش رجعت الكره من جديد، فرصه ورا الخلفي ورا الخلفي في المكان المناسب بعد المقصود، سير تمريره ممتازه او شعاع جد شعاع برافو جوج نقاط، رضا حراس شعاع برافو عليكم في المكان المناسب.